على التليفون حفيدته مدام هناء حسين محمد رفعت. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ ازاي اقول الصحة؟ ايه بعد الكلام الحلو اللي حضرتك لا قلته ده حضرتك ده كله؟ هتقولي احلى واكتر واهم بكتير. رحم الله الله يخليك، الفقيد، رحم الله مولانا. والله الله يخليك، الله يبارك فيك يا رب. مدام هناء، يعني انتوا بتحيوا ذكرى مولانا ازاي في العيلة؟ والله احنا كنا يعني كان بابا وعمامي كانوا بيحيوها دايما في الاول في جامع فاضل باشا، في الجامع اللي هو كان بيقرا فيه وكان قارئ للسوره، وكان بابا بقى ياخد الريكوردر بتاع زمان دوت والبقر ويروحوا حبايبه بقى والناس المحبين، وكانوا ناس كتير جدا من الناس اللي عصروه ساعتها في الاول كانوا بيبقوا موجودين معاه وبيحضروا الليله، ولما العدد كبر قوي بقى يعملوه في مسجد السيده زينب، وكان بيجي بقى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ويجي الشيخ البنا ويجي الشيخ مصطفى اسماعيل، كل الناس الحلوين المقرئين بتوع مصر زي ما قلت حضرتك دول كانوا بيتسابقوا علشان يحيوا الليله بتاعت الشيخ رفعت، وفي الاخر بقى يحطوا تسجيلات للشيخ رفعت بقى المحبين يسمعوا والمشايخ كمان يسمعوا. طيب ليه احنا ما عندناش تسجيلات كفايه وكتيره بصوت مولانا الشيخ رفعت؟ ما هو حتى كل اللي موجود ده ومتاح كلها تسجيلات منزليه. يعني هم كل اللي عندنا من تسجيلات الاذاعه الخارجيه 3 تسجيلات فقط. كان ساعتها مثلا النحاس باشا رايح يحضر الجمعه مثلا في الحسين والشيخ هيقرا هناك، فبتبقى كانت الاجهزه طبعا بتاعه الاذاعه زمان تقيله قوي، فكانت عشان تتنقل كان فيها مشقه، فهم 3 تسجيلات اللي كانوا موجودين في الاذاعه، وبقيه التسجيلات دي كلها التراث ده كله كان لحبيبه اللي هو عمره ما هم التقوا مع بعض ابدا، زكريا باشا مهران، هو صاحب الفضل في كل التراث اللي موجود في عندنا. التسجيلات اللي موجوده عندنا. هل البيت لسه موجود في السيده زينب؟ لا والله مش موجود مع الاسف. راح؟ والله راح مع الاسف. شوف انت قلت ايه بقى؟ فعلا راح. طبعا خسارة. الشيخ كان يعني قعد 8 سنين مريض وما كانش بيقرا وما كانش فيه دخل واتصرف كتير على مرضه، ولما اكتشفوا بعد كده الاولاد ان في تراث والتراث ده محتاج شغل ومحتاج صرف عليه طبعا، ومين كان هيهتم بالقصه دي اكتر من ولاده، فاضطروا يبيعوا البيت ويصرفوا على التراث. والملاك الجدد بقى هدوا البيت وطلعت وبنوا عماره عماره. بقى. مع يا الاسف خساره انا يا خساره. رحت المكان ورحت الشارع والعماره اتهدت وبقت عماره، البيت اتهد والعماره اتعملت عماره كبيره هناك يعني. طب المقتنيات يا مدام هناء، مقتنيات البيت سواء اذا كان مثلا سرير مولانا، نفترض الاريكه او الكرسي او الكنبه المفضله، مكتبته، حاجته، موجوده ولا مش موجوده؟ بص هقول لك، مع الاسف الحاجات اللي حضرتك بتحكي عنها دي كانت موجوده في بيت عمي الكبير في السيده زينب برضو، بس لما حصل الزلزال بتاع سنه 90 البيت وقع بالحاجات اللي كانت موجوده فيه، بس انا الحمد لله والشكر لله لحقت الحاجات اللي كان بابا سايبها، بس كلها مقتنيات بقى، ايه العقود والخطابات والشهاده اللي واخدها الشيخ رفعت واخد الاجازه بالقراءات، القراءات السبع ولا العشر مش عارفه بالظبط، الشهاده بتاعته مكتوبه حتى بخط اليد مخطوط، يعني كل ما حاجات اتكتبت عن الشيخ رفعت بعقود من اول افتتاح الاذاعه لبتاع شهر رمضان، يعني عندي كميه خطابات كتير جدا بقى مش قادر اقول لك، من انحاء العالم وهو عايش، اللي بيبعت طالب عايز يسمع صوره كذا، واللي بيقول له ادعي لي، واللي بيقول له احنا هنيجي وكتر من مقام السيكا زياده، واللي بيقول له كتر من مقام البياتي زياده، يعني حتى الخطابات دي حكايات جواها. فالحقيقه ربنا كرمني وانا محتفظه بكل الحاجات دي هي وموجودة عندي يعني. طب ومولانا كان يهتم بالرد على هذه المخاطبات والرسائل؟ واضح ان كان يعني حتى في ناس معينة تحس ان ايه في رد واخد، يعني هو رد ومثلا واحنا هنجي لك طب يوم الجمعة ونتقابل يا مولانا في الجامع وعايزين مش عارفة ايه، تحس واحنا هنجيب لك معانا مش عارفة مثلا من جاي من بورسعيد هنجيب لك معانا فسيخ، اصل هو كان بيحب الفسيخ كلنا نحب الفسيخ.
الله يرحمه الله يرحمه. والله مدام هناء مهم قوي بالمناسبه الحفاظ على هذه المقتنيات، لانه طبعا دي مخطوطات بيد مولانا الشيخ محمد رفعت وبيد الازهر الشريف ومشايخه وما الى ذلك، حتى أيوة. الرسائل اللي جايه يعني انا قاعد عمال وحضرتك بتحكي كده عمال بفكر ما نعمل دعوه كده لكل من لديه مخطوط بخط مولانا الشيخ محمد رفعت في رساله او تهنئه او شيء ما، يعني عايزين نجمعها كلها ويبقى في عندنا متحف لمولانا الشيخ محمد رفعت، يبقى مهم قوي ده قوي قوي. والله انا اعتقد ان الدوله مهتميه الايام دي بالموضوع ده. طب الحمد لله الحمد لله. الدوله مهتميه الايام دي بالموضوع ده، وربنا ييسر الحال يا رب، وهيبقى فيه يعني حاجه كويسه ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب، يسمع من بقك ربنا. احنا مبسوطين ان احنا سمعنا صوت حضرتك، وقلنا لازم نعيد اولا ونتذكر مولانا الشيخ محمد رفعت مع حضرتك عشان يبقى لنا الشرف. ربنا يخليك ويبارك فيك، وكلامك يخليك احلى يا كلام فندم. من محب لصوت الشيخ رفعت. ده انا محب من قلبي مش متخيله، من أنا قلبي كلامك. ربنا باين. يا رب يرحمه، ربنا يا رب يرحمه. الف شكر لحضرتك يا رب، ويديلكم دايما طولة العمر والبركه في العمر. كل الشكر لمدام هناء حسين محمد رفعت حفيده فقدنا العظيم مولانا الشيخ محمد رفعت.